بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين المتابعين قناة إيموسات، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو حول بعض التساؤلات من بعض الأصدقاء. أذكر أن هذا الدرس هو للمبتدئين، فلا أريد أن أطيل عليكم، سأعطيكم ما هو مفيد. إذن كانت التساؤلات: ما هو السيرفر؟ وما هي الاي بي تي في؟ وماذا تعني صيغة الاش 265؟ إذن ما هو السيرفر المجاني؟ السيرفر المجاني هو الذي يأتي مع الجهاز. حينما تشتري جهاز به سيرفر يكون ذلك هو السيرفر المجاني، وهناك أنواع من السيرفرات سنتطرق إليها. سنرى بعض السيرفرات المجانية. إذن على سبيل المثال، هنا بعض أنواع السيرفرات المجانية. هنا سيرفر الفوريفر بالدرجة الأولى، يأتي في المرتبة الأولى، ثم الفانيلا، يتمتعان بثبات في فتح القنوات الإسبانية والفرنسية، وكذلك قنوات RMC سبور الفرنسية، وسيرفر الجيشار والريتشار والفانكام، سيرفرات جيدة كذلك تتمتع بثبات القنوات الإسبانية وبعض القنوات الفرنسية. وهذا هو السيرفر الجديد، سيرفر الأوركا الوافد الجديد، وهو سيرفر إليميتي، مدة صلاحيته لا منتهية. نتمنى أن يبقى كذلك إن شاء الله. إذن ما هو الفرق بينه وبين الاي بي تي في؟ قبل ذلك نرى السيرفر الغير المجاني، وهو سيرفر السيسيكام الذي يعتمد على الهوست والبورت واليوزر نيم والباسورد. هذا تقوم بتعبئته عند بائع السيرفر أو من الانترنت. وأنا لا أنصح بسيرفر سيسيكام. غالبا السيرفر المجاني الذي يأتي مع الأجهزة يكون قوي، وتكون له تحديثات متتالية ويكون جيد. إذن أنا لا أنصح بهذا السيرفر. إذن هنا لكي يشتغل معنا السيرفر يجب أن نتوفر على ثلاث أشياء: جهاز يدعم سيرفر، وصحن، وأنترنت. 50 ميجا من الأنترنت يوميا لـ24 ساعة، وهي نسبة ضئيلة جدا. 50 ميجا من الانترنت يشتغل عليها الجهاز 24 ساعة. هذه هي مستلزمات السيرفر. والاي بي تي في كذلك ومثال، لكن هنا يجب ان يكون لدينا واي فاي قوي جدا، يكون لدينا واي فاي قوي جدا، بالإضافة إلى سيرفر اي بي تي في، سواء كان على جهاز تلفاز أو على جهاز الريسيفر. هنا لا نحتاج إلى طبق. إذن إلى هنا واضح، هذه هي الاي بي تي في، هكذا تشغل الاي بي تي في. إذن الآن نصل إلى ماذا تعني الأش 265. هذه صيغة أو جودة الصورة. مثلا لدينا جهاز
HD، وهذه قناة تشتغل HD على سبيل الذكر. إذن القنوات التي تشتغل بالHD سوف تشتغل، أما هذه القناة فهي H.265 فلن تشتغل على هذا الجهاز لأنه لا يدعم هذه التقنية. هنا إذا كان الجهاز يدعم هذه التقنية فسوف تشتغل عليه قنوات الHD، وكذلك مثال ستشتغل عليه قنوات H.265. إذن أظن هذه النقطة واضحة. كما كانت بعض التساؤلات بأوتكيو هل تشتغل بالإنترنت؟ لا تشتغل بالإنترنت، تريد أن تحس بأنها متصلة مع الإنترنت. إذا كان لك مودم، إذا كان لديك مودم قديم من أي نوع، لا نخص شركة بالذكر، من أي نوع وليس به رصيد، فيكفي أن تضعه في الجهاز وتحول الجهاز إلى 3G فسوف تشتغل معك قنوة بأوتسكيو. هذا كل ما في الأمر. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.